هنأ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى العائلة الملكة الكريمة وحكومة وشعب مملكة البحرين بمناسبة احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية التي عقدها المجلس برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة، وبمناسبة يوم الشهيد استذكر المجلس بتقدير وإكبار الدور المخلص والتضحيات الجليلة التي قدمها شهداء البحرين في سبيل أمن البلاد ورفعتها واستقرارها. إلى ذلك أشاد المجلس بالخطاب السامي لجلالة ملك البلاد المعظم لدى تفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، مؤكدا أن مضامينه السامية هي خارطة طريق للمرحلة المقبلة من مسيرة التنمية والتطوير الشاملة. ونوه بما أبداه جلالة من حرص كبير على منظومة القيم والتقاليد الأصيلة وعلى وحدة البلاد وتوافق أبنائها كالبنيان المرصوص، وتأكيد جلالة على أن ذلك يمثل القاعدة الصلبة التي نستمد منها حصانة هويتنا الوطنية. وفي سياق متصل هنأ المجلس الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ثقة الملكية الغالية بالتشكيل الوزاري الجديد، مهنئا في الوقت نفسه بالنجاح الكبير للانتخابات النيابية والبلدية. وبمناسبة يوم الشرطة البحرينية ثمن المجلس الجهود المخلصة التي يبذلها منتسبو وزارة الداخلية إلى جانب إخوانهم في القطاعات الأمنية والعسكرية الأخرى في سبيل حفظ الأمن والاستقرار لهذا الوطن العزيز. بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.